ما زلنا موجودين في السعودية، ولكن هذه المرة راح نروح على مركز المسرة. قابلنا الدكتور تركي السديري. ممكن نكمل خبر؟ بس نكمل خبر. الدكتور تركي السديري خبرنا بأنه هذا المركز إمتى تأسس، وخبرنا عن أهم البطولات اللي صارت فيه، وأنه هم دائماً أبواب المركز مفتوحة لكل الأشخاص اللي حابة تتعلم الفروسية بكل مجالاتها. طبعاً حتى هم عاملين الأسعار رمزية تشجيعاً للأشخاص أنه كلها تشارك بهذا أو بهذه الأنشطة. المزيد مشاهدينا راح تشوفوه بهذا التقرير. والله الخيل هي جزء من حياتي ومن حياة أسرتي بشكل عام، والمجتمع السعودي يعني بشكل عام. الخيل يعني تستطيع أن تحب أشياء كثيرة، ولكنك تعشق أشياء عشق. هي الخيل إذا لم تعشقها لا يمكن أنك أنت تمارسها وتحافظ عليها وتحرص على إنتاجها وعلى سلالاتها وعلى جيد فيها الحقيقة. وحنا مجتهدين بالإنتاج الطيب قدر الإمكان الحقيقة. طبعا المركز المسرة الدولي للفروسية أنشئ عام 1402، وهو الحقيقة يعني طرح علينا فكرة القيام أو استضافة بطولات. هي أكاديمية تعنى بتدريب الفرسان الحقيقة على ركوب الخيل وحبه، ونحاول أن ننمي فيهم عشق الخيل وحب الخيل، وهذا كمبدأ حنا تبنيناه، ولا الحقيقة حرصنا على الناحية الربحية على الإطلاق. حبينا أنه إحنا نغرس حب الفروسية في أبنائنا، النشء الجديد، الشباب من اليوم الحقيقة فيه محبين للخيل كثر. فمن هنا انطلقت فكرة استضافة البطولات، طبعا عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبد العزيز الخيل العربية. فرحبنا الحقيقة واستقبلنا عدة بطولات في مركز المسرة، فيما يتعلق في القفز، فيما يتعلق في جمال الخيل، القدرة والتحمل، بالإضافة إلى أن المركز تحت منظومة هيئة السياحة في الطائف والمحافظة كذلك، ويجي للمركز ضيوف مدينة الطائف من ضمن برنامجهم السياحي، لابد أنهم يمرون بمركز المسرة الدولي للفروسية. وكذلك وزارة التربية والتعليم. الحقيقة نتمنى أنه إحنا ومستعدين نتعاون معهم بأقل ما يمكن في الناحية المادية، بأقل ما يمكن، ونعتبر مساهمة منا لإدارة التعليم أنه نحرص على النشء أنهم يجون يدربون، علما أنه في تعاون بينه وبين كثير من المدارس الخاصة. يجون هنا، يجون يوميا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة تقريبا 12 ظهرا، يتراوح أعدادهم بين 90 إلى 120 إلى 140 طالب. نقدم لهم وجبة فطور من المركز، ونركبهم اليوم كامل بسعر 30 ريال. فهذا يعتبر تعاوننا وترغيبهم بحب الخيل وممارسة هواية الخيل. حبذا لو أنه وزارة التعليم فعلا أنه وعبر منبركم الكريم الطيب وفروسية الرائعة جدا للبرنامج الحقيقة، أنه نقدم الدعوة عبركم لإدارة التربية والتعليم أنه مستعدين أنه إحنا ندعم هالفكرة هذه.
احنا ما انشأنا الحقيقة البطولة، احنا تعاوننا مع مركز الملك عبد العزيز في ديراب الخيل العربية، وتعاوننا هذا مبني على محبة وعلى احترام وتقدير منهم هم الحقيقة، لأنهم هم العمل اللي قاموا فيه في إنتاجية السلالات الرائعة جدا في مركز الملك عبد العزيز والمتطورة الحقيقة، والرجال القائمين على هالإدارة هذه لهم كل الاحترام والتقدير، فإحنا لا يمكن إنه إحنا نعتذر منهم عندما يرغبون قيام بطولات في مركز المسرة وفي مدينة الطائف بالذات. وكذلك لا أنسى بعض الملاك مثل مزرعة الخالدية ممثلة بسمو الأمير خالد بن سلطان، الحقيقة الرجل هذا دعمنا دعم معنوي ومادي، ويدعم كل البطولات اللي تقام في المملكة في جميع المراكز في المملكة وليس مقتصرة على مركز المسرة. كذلك ملاك الخيل ضمنهم عذبة مثلة بالأمير عبد العزيز بن أحمد وسمو الأمير عبد الله بن فهد وكثير ما يعني لو أسرد لك العشرات من الداعمين الحقيقة لهالأنشطة الرائعة جدا، وأقدم لهم الشكر حقيقة ولن أوفيهم حقهم. البطولة الأخيرة السادسة هذه وسبق العام الخامسة والرابعة والثالثة أقيمت في مركز المسرة، طبعا شرفنا سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله، كان يحرص على الحضور ولا زال داعم معنوي لنا بشكل يفوق الخيال، وجزاه الله خير وبارك الله فيه. ولا ننسى كذلك محافظ الطائف والقائمين في المحافظة والأمانة، أمانة مدينة الطائف، كثير من المرابط إذا ما 90% إذا ما هو 100% 90% من المرابط مشاركة. السنة هذه أقل من العام ومن أول العام، السنة هذه يفوق بقليل عن 200 رأس مشاركة السنة هذه. وبالمناسبة الحقيقة يعني لا يفوتني وأنا أقدم حقيقة الشكر الجزيل لمربط عذبة ممثل بسمو الأمير عبد العزيز بن أحمد الله يحفظه، السنة هذه هم اللي قاموا بالمساهمة والمشاركة بدفع جوائز جميع المشاركين في البطولة، وهذه الحقيقة نعتبرها دعم منهم معنوي ومادي ولا هي مستغربة من سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد. الخيل في المملكة أصبحت على مستوى عالمي، الخيل في المملكة خيل قوية جدا ومنافسة قوية على مستوى العالم، وهذا يعود الفضل الأول والأخير للملاك وعلى رأسهم كله مركز الملك عبد العزيز الخيل العربية في الرياض. الخيل أصبحت منافسة عالميا، وهذا حقيقة في الأساس يعود إلى الدعم الدولة الله يحفظها والتوجه القيادة في المملكة للحرص على الإنتاج والحرص على المشاركات والدعم الغير محدود الحقيقة من الجهات الرسمية في دعم المرابط وإبراز نوعية الخيل العربية المميزة الحقيقة عندنا في المملكة.